إسراء. إسراء أمك يا عمر، اخص عليك، اخص عليك. إيه ده فيه؟ البيبي يسرقك يا أمي. يسرقني؟ ليه يا ابني كده؟ تسرق شقة أمك اللي شايلها عشان سطر أختك سوسن؟ أنت إيه يا أخي؟ أنت إيه؟ سيب إيدي، سيب إيدي بقولك. أنت كمان ليك عين تعلي صوتك؟ بس وطوا صوتكم بدل اخواتكم يعرفوا المصيبه اللي احنا فيها دي. لازم يعرفوا، اخو اللي نازل يصلي الفجر ده لازم يعرف، وسوسن كمان لازم تعرف علشان يحافظوا على حاجاتهم بدل ما الاستاذ ده يقلبهم. بقول لك ايه، سيبني سيبني بقى. انا لو اقدر احطك في الحجز كنت احطك علشان تتربى مع المجرمين. سرقت ايه قبل كده؟ قول. بقول لك ايه، انت بلاش تكلم عليا في البيت ده. خلاص بقى يا خالد، خلاص سيبه بقى. لا مش خلاص يا امي، ابنك بقى حرامي. عارفه يعني ايه حرامي؟ الأستاذ كان بيسرق فلوس أمه. أنت يا عمر؟ أنا كنت هستلفهم بس. أي حرامي بيقول زيك كده. إيه؟ في إيه؟ عمل إيه تاني؟ أنا هقول لك يا سيدي عشان ترتاح أنت. أنا حرامي كنت بسرق فلوس أمي. خلاص؟ ارتحت؟ هي حصلت يا عمر. امشي غور من قدامي، امشي غور. أحسن برضو. صعب. ليه بس كده يا عمر؟ يا خيبت أملي فيك. بعد اللي حصل منه معناه ان الواد ده بيضيع، الواد ده لازم يتربى من اول وجديد يا امي. اخوكوا نازل يلحقوه. ولا حد يعبره، ولا يديله اي اهميه، مفهوم ولا لا؟ هيروح فين بس يا ابني دلوقتي؟ يروح مطرح ما يروح، اخويا انا يبقى حرامي؟ طيب طيب، مين؟ انا عمر. عمر؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا سبت البيت. بقى تقعد فين؟ هقعد معاكم هنا. خالد اخويا شافني وانا بفتح دولاب امي وباخد منه الفلوس عشان الجمعيه. اه اصل انت حرامي غشيم. انت كمان هتقول لي حرامي؟ انت فاكر نفسك ايه يا ابني؟ ظابط؟ مش انتوا اللي قلتوا لي انها سلف؟ اه ده انت بقى خدتك خيبه. يعني لا عارف تسرق امك ولا عاوز تسرق معانا. كل اللي انت عايزه انك تمسك السبب بايدك. ادخل نام يا فالح. هنام ازاي بس؟ نام بقى على جنبي اللي يريحك، ماشي؟ انا مش بتكلم على كده. هعرف انام ازاي بعد كل اللي حصل ده؟ اه انت تسهر وتغني الليل لما خالي، ها؟ بس لوحدك. عن اذنك يا قلبي. داده اصيله ما جاتش؟ لا جات من بدري. عرفت اني رجعت؟ لا حبيت اعملها لها مفاجاه. وحشتيني. اهلا يا حبيبتي. وحشتيني قوي. ازيك يا نور عيني؟ بسم الله ما شاء الله، كبرت وبقيت عروسه ودخلت الجامعه كمان. الف مبروك يا حبيبتي. ها جبنا لك واحده جديده، هي داده اصيله. تنور وتانس. يلا الفطار جاهز. يلا يا ايمن عشان تخرج تفسحني. يلا يا ستي عن اذنكم. اتفضل يا حبيبي. الله مالك يا اصيله؟ انت هتقعي من طولك. غصب عني يا ست نور، الواد يخرج من الفجر ما يجيش لغايه دلوقتي. واللي خرجه؟ اتخانق مع خالد اخوه. تاني؟ ليه المره دي؟ عشان اتاخر زي عوايده. اسمعي يا اصيله، انت لازم تحطي على قلبك حجر المره دي، وسيبي خالد يتصرف معاه عشان عياره ما يفلتش. هو لسه عياره مش هيفلت، ما فلت خلاص. طب هدي نفسك انت بس يا اصيله. هو بس لو انا كنت قصرت معاهم كنت اقول معلش، اللي انا اديته بصحتي وعافيتي ونظري ما خليش من صحتي حاجه لبكره. طب تعالي تعالي استريح، تعالي تعالي نخش جوه. تعالي يا اصيله على مهلك. مش قادره اعصبتولي. الو. ايوه يا ساره، خير؟ في ايه؟ ايه؟ طيب طيب انا جايه لك على طول. اتفضلي. اتنين فلوريدا لو سمحت. قولي لي بقى عملتي ايه في باريس؟ كنت عايشه هناك ازاي؟ يعني عايشه
حضارة وفي تطور، كل شيء جميل، إنما أهم حاجة مفتقداها اللي هي إيه؟ الدفى، الحنان، الرابطة القوية ما بيننا، العيلة، الشهامة، الضحكة الحلوة اللي طالعة من القلب. الحياة هناك جادة جدا 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 وصعب جدا جدا. مهما كانت البلد دي جميلة ومبهرة، إنما برضو غربة. وما أدراك ما الغربة؟ حاجة غريبة جدا، مع إن معظم شباب الأيام دي نفسه يهاجر بره عشان ما جربوهاش. شكرا. سيبك مني بقى وكلمني عنك وعن طنط نهى، قولي احوالكوا ايه. ياه انا لسه احكي لك كل ده، اديك انت هتعيشي معانا وهتشوفي بنفسك. ايه يا بنتي، ما انت كنتي كويسه. دماغي هتنفجر خلاص يا نهى، الحراره مش راضيه تنزل. بعد الشر عليك يا حبيبتي. هو فوزي اتاخر ليه كده؟ ده غلبان قوي، ده شايل مصنعين لوحده. يعني هو شايلهم على دماغه يا ماما؟ اهلا وسهلا. يا اهلا. ازيك يا حبيبتي دلوقتي؟ دي تعبانه قوي يا فوزي. ما انا جبت لها الدواء الجديد اللي كاتبه لها الدكتور. شفتي بقى احنا كلنا بندلعك ازاي يا ستي؟ فوزي جاب لك دواء ونوع عامله لك اكل يجنن. الله، ليه بس التعب ده؟ تعب ايه؟ هو احنا غرب يا فوزي؟ طيب يلا بينا بقى يا ستي. يلا بينا. ما لسه بدري. معلش. باي باي يا جميل. ميرسي قوي يا نهى، تعبتك معايا. الله يخليك يا حبيبتي، خلي بالك منها يا فوزي. ها دي في عينيا الاثنين. يلا يلا سلام عليكم. اتفضل. ايه رايح فين؟ اقعد مع مراتك. اقعد يا راجل. ايه فوزي؟ نعم يا حبيبتي. انا تعبانه قوي. طيب. حاضر. اتفضل. عظمي مكسر كله مش قادر. ما هي الانفلونزا كده. على مهلك يا حبيبتي. على مهلك. على مهلك يا حبيبتي، على مهلك. على مهلك. سلامتك ألف سلامة. اتفضلي. عارفة بقى البيت ملوش أي حس من غير صوتك اللي بيلعلع ويملى البيت فرح وبهجة. أهلا يا مازن، تعال يا حبيبي. لا لا ليه؟ تعال يا حبيبي اقعد هنا جنب ماما. تعال. مش وقت. وبعدين يا سارة خفي بقى يا حبيبتي عشان ترحميني من كره ابنك ده. عشان خاطري يا فوزي اعتبره ابنك. انا عشان خاطرك بعمل كل حاجه. انا تعبانه، تعبانه قوي يا فوزي. سلامتك يا حبيبتي، سلامتك. ان شاء الله انا بدالك. انت لسه بتحبني؟ لسه بحبك؟ ده سؤال برضو؟ ده انت اغلى حاجه عندي في الدنيا كلها. لو بتحبني حب ابني. وانا يعني بكرهه. حاول تقرب منه وتقربه ليك عشان خاطري. حاضر، هحاول معاه مرة تانية. قلتلك عارف. لو عارف ما كنت
كنتش هتبقى زعلان ولا متضايق مني. انا اكتر واحد بيحافظ على ماما وبيخاف عليها. امك دي اسمي وشرفي وعرضي وسمعتي. امك تبقى شريكة حياتي. تقدر تقولي لو مامتك كانت تعبت وهي لوحدها زي ما كانت الاول، كان مين هيقعد معاها ويساعدها في مرضها؟ مين؟ انهي احسن؟ لما واحد زي يبقى جنبها ومعاها وهي في السن الكبير اللي جاي ده، ولا تبقى لوحدها؟ صدقني يا مازن، امك غاليه عليا قوي، وانت ابنها، يعني انت كمان غالي عليا. انا عاوزك تعتبرني واحد بيحافظ على امك وخايف عليها زي يعني اللي زي كده بقى تحبه ولا تكرهه؟ رد عليا، تحبه ولا تكرهه؟ عيب. طب ليه بتكرهني؟ ليك حق تكرهني لو كنت انا السبب في انفصال امك عن ابوك. مظبوط. بقى بدل ما تيجي تقول لي يا اونكل انا متشكر انك واخد بالك من امي، تيجي يا ابني تقدم لي كل الكره ده ليه؟ انا اصلا انا انت زي ابني، ويا ريت كان ليا ابن زيك، ويا ريت لي. ما انت ابني فعلا. أحس بحنان الأبوة. مساء الخير. مساء النور. أخوك عمر رجع؟ لا يا ماما. يا لهوي، رايحة فين؟ راح أشوفه عند فؤاد صاحبي. بقول لك إيه، خليك أنتي وأنا هروح أجيبه. لا أنا اللي هروح عشان يجي معايا. يلا. لا ينكد عليك زي ما انت منكد على امك. هي المصيبه حكايه السرقه دي، انا مش قادره اتصور ان عمر ممكن يسرق. وبعدين هيعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ ايه حضرتك هتفضل كده لغايه امتى؟ والله ما عارف، اللي شفته وسمعته من ساعه لما تعينت في الاسم مخليني قلقان جدا على شباب البلد. طب وانت في ايدك ايه تعمله؟ مفيش في ايدي اي حاجه، انا مش في ايدي اي حاجه، بس معقول يعني الشباب بقى تكونهم ضعيف بالشكل ده؟ ساعات الظروف بتبقى قاسيه قوي. اي حد يحصل له ظروف قاسيه يتصرف زي ما الشباب دول اتصرفوا، دي تبقى كارثه. ده لا عندهم لا انتماء لبلدهم ولا حتى لنفسهم. تعرف الحل الامثل ايه؟ ان الظروف دي تتغير. مش هتتغير بين يوم وليله، الحكايه عايزه دراسات ومصاريف. بتبص على ايه؟ خدت بالك من العيال اللي واقفين جنب العربيه ورا دول؟ لا مالهم؟ انا شاكك فيهم. مش هي دي المنطقه اللي بيجي لنا فيها بلاغات عن سرقه السيارات؟ يعني قريبه من هنا. طيب وقف وقف نشوف فيه. يا عم خالد، يا عم خالد انت صعبان عليك في يوم تروح فيه بدري. يا عم وقف نشوف فيه ايه. وقف. حاضر يا سيدي حاضر. وادي واقفه. اتصل بإدارة المرور، شوف إذا كان في حد سهران على الكمبيوتر، يا
اسألوا عن صاحب العربية دي وسكنوا فين واستدعيه فورا. تمام يا فندم. وانتوا بقى ناويين تسهرونا معاكوا اكتر من كده ولا هتقروا وتعترفوا بكل حاجه؟ بقول يا باشا احنا نروح الليله دي وبكره يبقى ياخدوا اقوالهم من بقيتهم النهارده في الحجز عشان نوجب معاهم. لا يا باشا، لا يا باشا، انا في عرضك الله يخليك، هتكلم وقول على كل حاجه. وانت؟ هعترف يا باشا، هتكلم. هايل. قولوا لي بقى دي المره الكام اللي سرقتوا فيها كاستات؟ كتير يا باشا. واشمعنى بقى المنطقة دي بالذات؟ أصلها هادية يا باشا والنور بيتقطع فيها كتير. جميلة. المسروقات بقى بتصرفوها فين وازاي؟ واحد صاحبنا هو اللي بياخدها مننا ومنعرفش يا باشا بيوديها فين. وصاحبكم ده بقى ساكن فين؟ أهلا يا طنط، اتفضلي. أهلا يا حبيبي، زيد فضلك. عمر عندك؟ لا الحقيقة عمر بقاله كتير ما بيجيش عندي. ازاي؟ ده بيقول إن بيبقى عندك دايما وبيذاكر معاك. للأسف لا. طب ما تعرفش بيروح عند مين من صحابكم؟ هو مع ناس مش صحابنا. مش معاكم في المدرسة؟ برضو لا. طب بيروح عند مين؟ ما تعرفش هم مين؟ أنا وصلته مرة لبيت واحد منهم، بس أنا معرفش الألمان بالظبط، بس ممكن مرة أوصل حضرتك للبيت لو عايزة. يا ريت يا ابني، الله يخليك، تعالى وديني. اتفضل يا سيدي. خدوهم برا لغاية لما أطلبوا. وأنت سالم بقى عايزك تكمل جميلك وتروح العنوان اللي قالوا عليه ده، تشوف مين هناك تجيبه وتيجي. يا عم خالد، يا عم خالد ارحم، احنا بقالنا اكتر من 14 ساعه بنشتغل. معلش يا سالم، احنا خلاص قربنا نقفل القضيه، نتعب النهارده شويه عشان نرتاح بكره. ده عشم ابليس في الجنه. عن اذنك يا باشا. وريني المحضر. وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، بوصف للناس الجنة وأنا في النار، وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار. أمي عمر، تعالي تعالي، مش حد أنا غيري. يلا يا بابا، يلا حبيبي، يلا عشان نروح بيتنا. يلا. لا يلا، انا مش راجع البيت ده تاني، خلي سي خالد بقى يبرطع فيه لوحده. يلا يا ابني، ما تعبش قلبي اكتر ما هو تعبان عشان خاطر حبيبي. يلا ما تنحرش في قلبي. اه يا راسي. بعدين بقى يا ام، تاخديني عليكي ولا ايه؟ مالك؟ تعبانه منك، الدم فاير في دماغي. والله يا ام انا تعبان اكتر. طب يلا بينا نروح، ولا انت عايز تقعد عند صاحبك واهله؟ صاحبي مالوش اهل، صاحبي قاعد في الشقه دي لوحده وهو واحد تاني. يبقى هما دول من مال ودماغك، كنت عايز الفلوس ليه؟ يوووو يا ابني رد عليا، كنت تسرق امك ليه؟ عشان ادفعها قسط جمعيه مع اصحابي ونلم فلوس نجيب بيها تذاكر السفر لاوروبا. الله يخرب بيت السفر وبيت سنينه. يا ابني بص لحالتنا، ده احنا عايشين بالتيله، حرام عليك. انا عشان كده يا ام عايز اسافر، انا مش بعمل كده عشاني، انا بعمل كده عشانك انت كمان. انا مش عاوز اكتر من اللي انا فيه. الحق يا ابني الجلابيه شبكت في المسمار، الحق حكولي. حاسبي يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ مش عارف يلا. مش عارف؟ صاحبك ده بيشتغل في ايه؟ هو بيشتغل في المزيكا والاغاني. في حد اتظبط؟ تقبض عليهم؟ تقبض علينا ليه؟ اخيرا وقعت يا بطل. وقع في ايه يا حد اتظبط؟ انت تستعبطي؟ مش عارفه ليه؟ كاسه الفيديو ده بتاعنا يا عربيه. الحاجات دي مش بتاعته يا سعاده البيه. امال بتاعت مين؟ ما هو مفيش غيرك انت وهو. يبقى بتاعتي انا. ايوه بتاعتي، هو ملوش دعوه بيها، ما اعرفش عنها حاجه، مش كده يا عمر؟ اتأخرت عليك شوية، معلش. ولا يهمك. ايه لقيت ايه؟
دخلهم يا ابني. تمام يا فندم. ابوس ايدك يا سعاده الدين، ابوس ايدك. خليهم يسبوه، هو ما عملش حاجه، انا اللي عملت. عملت؟ عملت ايه يا ابو؟ حياه امك عندك ولا كلمه. ارجوك يا سعاده الدين خليهم يسبوه، ده انا تعبت طول عمري عشان اربيهم واطلعهم مراكز كويسه. بالسرقه طبعا يا حراميه يا بنت. اوعى. غلوت امك، هو عنده حق. والبيه طلع ابنها، تخيل. ممكن اعرف ايه اللي حصل؟ قبضت عليهم ازاي؟ لقيتهم قاعدين في الشقه المشبوهه، واكيد طبعا ان الست دي تبقى رئيسه العصابه، ولقيت الكاسيتات المسروقه في الصندوق ده، وهي اعترفت ان هي المسؤوله عن كل حاجه. مالك يا ابنك؟ ابنك يا حراميه. عملت ايه؟ أنا هو ما عملش حاجة يا سعادة بيه، أنا المسؤولة. رد عليا، عملت إيه؟ عملت إيه؟ ماما اتأخرت أوي يا سوسن. أنا بقول نكلم خالد في الاسم ونشوف هيقول إيه. لا لا لا، المسألة مش ناقصة إنها تولع ما بين عمر وخالد أكتر ما هي ولعة. الأحسن إن إحنا نستنى ماما، احتمال تكون لقيت عمر. أنا قلقانة أوي يا أحمد. لا إن شاء الله خير. بقول لك يا سوسن، ما تخش تستريحي شويه، شكلك تعبان. استريح، ومين بس هيعرف يرتاح وماما لسه ما رجعتش لحد دلوقتي. على فكره سياده المامور مهتمه قوي بالموضوع ده. طيب روح انت يا سالم وانا هتصرف معاهم للصبح. تصبح على خير. اتمنى لك خير. سيبنا لوحدنا لو سمحت. حاضر يا فندم. اتفضلي اقعدي يا امي. لحسن يكون في احراج ليك، مفيش داعي من الاقعاد. لو سمحتي اقعدي يا امي. طب تمي جميلك يا حبيبي بقى ومشي اخوك. امشي عمر؟ ده انا هخلص عليه بايديا دول. عشان خاطري يا ابني، لو في اي حاجه ضده انا مستعديه اتحملها مكانه. ازاي بس يا امي؟ ازاي؟ زي الناس. انا ام وخايف عليه زي ما خايف عليك وخايف على مركزك في وسط زمايلك. يا امي انا ما يهمنيش مركزي وما يهمنيش كل اللي موجودين بره دول. مستعد افتح الباب دلوقتي واقول لهم ان انت امي. ازاي بس يا ابني؟ هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم امي حراميه واخويا حرامي؟ كوكي اوعي تقولي على نفسك كده. الزفت ده هو سبب المصايب اللي احنا فيها. يا اخي حرام عليك. حرام عليك اللي بتعمله في نفسك وفينا. اقول عليك ايه بس؟ صدقني يا خالد انا ما عملتش اي حاجه، اسمعني بس. انت بتخرس خالص. عايز تعمل فينا ايه اكتر من اللي انت عامله؟ اتفضلي يا امي، اتفضلي اقعدي. فز قوم، عايز تقعد كمان؟ هاي يا امي، عايزك تحكي لي اللي حصل بالظبط. مشي عمر الاول. يا امي ما ينفعش. البيه هيتعرض على النيابه وبعد كده هنرحله للمحكمه. عشان خاطري يا ابني. يا امي ما ينفعش، ما انت شايفه كل حاجه قدامك اهو. ادخل. الحاج امين محمود. حضرت المامور عايز المحضر بتاع الناس اللي طبت علينا النهارده. هو الضابط سالم عدى عليه وهو ماشي ولا ايه؟ ايوه يا فندم. طيب روح انت دلوقتي واول ما يخلص المحضر انا هبعته لسيادته. تمام. شفت الكارثه اللي انا فيها؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ عشان خاطر حبيبي مشي اخوك وحجزنا انا عندك. بكره عرضني على النيابه وانا والله العظيم ثلاثة ما هفتح بوقي ولا اقول ان انت ابني ولا اعرفك حتى. ازاي بس يا امي؟ ازاي؟ ابقى عارف ان انت بريئة واحجزك؟ يا ابني عشان خاطر ما فيش حل قدامك غير كده. لبسني انا القضية ومشي اخوك. انا خلاص عملت كل اللي عليا، ربيتكوا وكبرتكوا عشان خاطر حبيبي. مشي اخوك، مشي عمر. ما اقدرش يا امي، ما اقدرش اعمل كده. الايد اللي ربت وشالت ومسحت البلاط علشان خاطر ولادها يكون ده جزاها. ايه
تمشي من هنا دلوقتي. انا مش همشي واسيب امي، ولو سمحت اسمعني بقى. راجل راجل يالا، كانت فين مرجالتك دي لما كنت السبب في القض على امك؟ تمشي من هنا على مسؤوليتي الشخصيه، ومن هنا على البيت. قسما بالله العظيم يا عمر، لو رحت كده او كده لاجيبك من تحت تقطير وهخلص عليك بايديا دول، مفهوم ولا لا؟ ربنا يخليك يا ابني وما تحرمش منك ويطول في عمرك ويهاليك كمان وكمان يا حبيبي. امك ايه؟ امك في الاسم مقبوض عليها. ايه؟ اكيد بسببك يا جبان. ايوه وديت امك الاسم وغيرتها. احمد استنى بس، قول لنا ايه اللي حصل. رد عليا، عملت في امك ايه؟ وكمان جاي تعيط زي النسوان، اكيد عملت عامله سودا زي وشك. رد عليا، امك فين يا اسم؟ الاسم اللي فيه خالي كمان. اخس عليك اخس. روح لها روح لها يا احمد بسرعه، روح لها انت. يا عمر غصب عني غصب عني والله. هو ايه اللي غصب عنك؟ ماما متهمة بايه؟ بالسرقة. سرقة؟ امي؟ انت سرقت يا عمر؟ لا والله لا. احكيلي دلوقتي حالا ايه اللي حصل؟ طب ليه يا امي ما قلتليش الحقيقه دي على طول؟ يا ابني حبيبي خفت على اخوك. ما كانش هيحصل له اي حاجه قوي، الشقه مش شقته والحاجات المسروقه ما عليهاش بصماته. المهم دلوقتي بقى العيال اللي احنا قبضنا عليهم دول ما يعترفوش ان هو كان مشترك معاهم في السرقه. لا انا متاكده ان اخوك ما يسرقش، لان لما رحت العنوان دوت لقيته قاعد لوحده، ولما اتفتح الصندوق ما كانش يعرف ان في قلبي حاجات مسروقه. امي ازيك؟ ايوه يا احمد ازيك يا حبيبي. اللي جابك يا احمد؟ ايه يا خالد؟ دي برضك امي. طب ما انا معاها اهو. وانا كمان لازم ابقى معاها. اخبار عمر ايه؟ برضك عمر ياما اهو متلقح في البيت، انا قفلت عليه هو وسوسن. انت ايه اللي عملتيه ده ياما؟ احمد ارجوك روح. اسمع كلام اخوك وروح يلا عشان اخواتك. انت ازاي تسمح لنفسك انك تبهدل ماما كل البهدله دي؟ ابوس ايدك يا سوسن، انا على اخري مش مستحمل كلمه زياده. ليه ان شاء الله؟ ابتديت تحس اخيرا؟ يا سوسن ارحميني. انت ليه ما كنتش رحمت ماما بعد كل التصرفات اللي انت عمال تعملها لحد ما وديتها الحبس؟ اعوذ بالله عليك، اعوذ بالله. انا هروح اعترف لهم بكل حاجه، ولو ما صدقوش هقول لهم ان انا اللي سرقت. بعد ايه يا استاذ؟ بعد خراب مالطه؟ انا مش هسكت، انا ما سرقتش والله العظيم، ما كنت بسرق معاهم. ليه الفراق يلوم؟
يا ابني انت اهو، هات العيلين دول. بقولك ايه؟ بالراحة. بقولك ايه؟ ما تعرفش انا مين ولا ايه؟ يعني انتوا معترفين بالمسروقات اللي اتظبطت في بيت الاستاذ ده؟ ايوه يا باشا انا معترف. طب ليه يا ابني وانت طالب جامعي وزي ما بتقول ابوك مركزه محترم؟ ضياع يا باشا، ضياع. ابويا مسافر على طول وسيبني لوحدي بعد امي ما ماتت وانا سن 12 سنه، لا عم ولا خال. سيب لي فيلا طويله عريضه ما فيهاش مخلوق غيري، عشت فيها شويه ما بقتش اشوف غير خيالي، لدرجه اني بقيت اخاف منه. طهقت ساعتها اتعرفت على اصحابي دول وعرفت هما بيعملوا ايه، قلت اشغل وقتي معاهم ولو اتقبض عليا يبقى خير وبركه، يمكن ساعتها ابويا يحس بيا باللي انا عملته وباللي هو عمله فيا، او احتمال يخاف على مركزه واسمه فياخدني معاه ويرحمني من وحدتي اللي انا عايش فيها دي. يا ضنايا يا ابني، طب ما كنتش بتيجي ليه مع عمر البيت عندنا بدل اللي عملته ده؟ وانت هترد؟ انا مسؤول عن نفسي وعن عيشتي. ابوك متوفي؟ لا عايش، طلق امي من زمان ومجوز واحده اجنبيه، خلف منها 3 عيال هم كل اهتمامه، امي مجوزه واحد تاني مش عاوزاني اعيش معاهم. اروح لابويا احس بغربه بيني وبين اخواتي وبين مراته وبيني وبينه هو كمان، خلاص بقى خواجه في الطباع زيها. اروح لامي جوزها يقعد يتخانق معاها يقول لها ابوه اولى بيه وان ده شرع ربنا، لحد ما في اخر مره كان هيطلقها بسببي. يوميها خرجت من البيت ومرجعتوش تاني لحد النهارده، وقلت اني لازم اعتمد على نفسي، واول حاجه فكرت فيها ان هاجروا باي شكل عشان ارجع لابويا خواجه زي مراته وولاده، يمكن ساعتها يقربني منهم. انت اللي طلعت موضوع الهجره في دماغ ابن عمر. طب انت عايز تدور على امك وابوك وهو هيهاجر لمين؟ حاضر يا اخويا اهو. وانت ايه حكايتك؟ انا بقى يا باشا من عيله على قد حالها قوي، دخلت الجامعه وابويا كان كل امله في الدنيا ان انا اخلص تعليمي. عظيم. وبعدين لما دخلت الجامعة شفت ناس عمري ما شفتها في دنيتي، عربيات ايه، هدوم ايه، مصاريف بالهبل. ساعتها حسيت ان انا مش منهم، ومش انا بس، هما كمان حسسوني بكده. لحد منهم عايز صاحبني ولا حتى يكلمني. ساعتها قررت، ايوه قررت يا باشا، ان انا اوصل لمستواهم واغير جلدي وشكلي والعب لعبتهم اللي خلتني احس اني غريب في عالم مفهوش رحمة على الغلابة. توصل لإيه يا ابني؟ وبإيه؟ بالسرقة؟ أهو مستقبلك ضاع. هو ده رد جميلك لأبوك اللي تعب علشان يدخلك الجامعة؟ وحضرتك؟ مؤاخذة يا باشا، بس أنا مصاريفي كتير شوية. تتعاطى مخدرات مش كده؟ طب ليه يا ابني؟ من غير ليه يا باشا؟ علشان بكرة وبعده علشان الامل يا باشا، الامل اللي راح واللي حل محله الياس والاحباط. مؤاخذه يا باشا عشان السواد اللي انا شايفه طولت ما انا مفتح عيني، قلت اشد الستاير اغيببهم اشوف السواد على طول حتى وانا مفتح عيني وانا كمان مغمضهم. مش السواد احسن يا باشا؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. في ايه يا اولاد؟ هي الدنيا حصل فيها ايه بس؟ وعمر كان بيسرق معاكو او كان بيتعاطى معاكو حاجه؟ والله العظيم انت بتخرس خالص. عمر كان رافض موضوع السرقه نهائي. والله العظيم عمري ما سرقت. عمر عمره ما خد حاجه مني. الف حمد وشكر ليك يا رب.
مالك يا حسام؟ انت كنت بتقولي حاجه؟ يا انت مش هنا خالص. افتكرت منصور الله يرحمه. الله يرحمه كان راجل طيب قوي. شوف انت غيرت كام سواق بعده. محدش ريحني زيه. هذه حال الدنيا. ايوه قولي لي يا نور، اصيله بتجيلك هنا بتشوفيها؟ يعني بتيجي من وقت للتاني. الواد عمر اخباره ايه؟ ما عرفش اي حاجه من ساعه ما كنا عندهم. تسال لي مصري وتالي الولد ده مش هينفع بالتعليم. يا ريته يشتغل ويساعد والدته احسن. يعني هتشغله عندك؟ ممكن يشتغل اي حاجه في الشركه. عموما لما تجيلك اصيله يبقى ارد عليها الموضوع وبيدي لها المبلغ ده. يا ريت يا ريت يرضى يشتغل سواق مكان بابا الله يرحمه. يا اهلا يا اهلا اهلا وسهلا يا ست اصيله. اهلا، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم؟ اهلا. اتفضلي استريحي. كتر خيرك. اقعد يا خالد. اتفضل يا فندم. اتفضل تعالى. انا سعيد جدا جدا بخالد يا ست اصيله. ربنا يكرمه ويعليه بحاجه النبي يا رب. انا مقدر انت ليه خبيتي قدام الضباط انك تقولي ان خالد يبقى ابنك، ولو ان ده مزعل خالد. عارفه ليه؟ لانه مقدر فيكي اعتزازك وكفاحك. حكالي هو قد ايه انت تعبتي معاه ومع اخواته لحد ما وصلتيهم للي هم فيه. يا فندم امي اكبر وسام على صدري وبفتخر بيها. يا ابني ربنا يخليك وما تحرمش منك، وربنا يعليك كمان وكمان يا رب. والله يا سعاده البيز انا كذبت، فكذبت عشان خاطر مستقبل ابني. وما رضيتش اقول يعني ان ابو حرص وخالد ابني عشان مش عايز احرجه قدام زمايله. وانا سعيد بمعرفتك يا ست اصيله. كتر خيرك يا سعاده البيه. يا سوسن سوسن سوسن، ماما جت. ماما يا حبيبتي، يا ماما يا حبيبتي، عملوا فيكي ايه؟ الحمد لله. يا حبيبتي ماما، في حاجه وجعاكي؟ لا الحمد لله يا حبيبتي. ماما سامحيني. سامحك سامحك يا عمر. خلاص يا ماما، من النهارده هبقى واحد تاني، اوعدك. هذاكر وهنجح وهسمع كلامك وكلام خالد، صدقيني يا ماما. صدقني يا خالد. صدقك يا عمر. مازن مازن ماما صباح الخير. انا نزلت مع انكل فوزي المصنع وارجع على الغدا. انا وهو فطارك جاهز جنب الورقه. مازن لو احتجتي حاجة اطلبيني على طول. فوزي. يا ترى حصل ايه؟ الو؟ صباح الخير يا فوزي. هو في حاجة حصلت؟ بجد؟ طب اديهوني. ايوه يا مازن، ازيك يا حبيبي؟ صدقتني بقى في اللي قلتهولك؟ طبعا ما انا عارفه انه راجل عظيم. لا انا خلاص خفيت، بقيت كويسه قوي دلوقتي. طيب اديهوني. ايوه يا فوزي. لا لا لا، انا اقدر اخرج معاك اتغدى بره، ما عنديش مشاكل، انا بقيت كويسه. طيب يا حبيبي، مع السلامة. يا رب يا مروان تبقى كده انت كمان. اللي قولي يا خالد، العيال دي مصيرهم ايه؟
العيال دي يا ستي بقى مصيرها السجن. السجن ليه؟ دول ما لهمش ذنب، اهاليهم هم السبب. ايوه يعني انا حاكم اهاليهم. ايوه الحاكم اهاليهم، مش رموهم في الدنيا بدون ظهر ولا سند. يا حبيبتي مفيش قانون في الدنيا بيقول ان احنا نسيب المتهم ونحاكم اهله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ودول اهاليهم ما بيسالوش عليهم ولا سالوا فيهم ولا عبروهم. هم لو كانوا بيسالوا عليهم ومهتمين بيهم كانوا وصلوا اللي هم وصلوا له ده. طب بقول لك ايه بقى، انت تدينا على وينهم وانا اتصرف معاهم.